السلام عليكم. اليوم نقف على المشروع نتاع المستشفى ذات 700 سرير على مستوى بلدية الطوالي، إذن وفيه يعني تقدم للأشغال حسب الصور اللي عندنا. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو ونأكد لكم أنه فيه ما لا يقل عن 7 رفيعات موجودة في موقع المشروع، يعني 7 رفيعات. هذا يعطينا فكرة على الحجم نتاع المشروع، وكذلك يعطينا فكرة على أنه فيه عامل دؤوب لإتمام هذا المشروع نتاع المستشفى، أكبر مستشفى في الجزائر. والأخبار يعني تتضارب حول ما إذا كان المستشفى هذا عسكري أو مدني أو مختلط. القضية لم أجد لها الجواب. على كل حال سوف نعود إلى هذا المشروع في فيديوهات أخرى. إلى ذلك الحين نترككم تتابعون هذا التقرير حول الأشغال نتاع المستشفى الجديد في بلدية الطوالي، والسلام عليكم.